بسم الله الرحمن الرحيم. ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه ذات مرة قال لبعض أصحابه: أطلب مني شيئا. الرجل، مضمون الحديث طبعا، الرجل قال: يا رسول الله أفكر. ذهب، ففي اليوم الثاني جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: يا رسول الله، أطلب منك أن تخلصني من نار جهنم وأكون معك في الجنة. في الحديث الشريف أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال له: من علمك هذا؟ قال: لم يعلمني أحد، ولكني فكرت ماذا أطلب منكم. إن طلبت مالا المال ينتهي يصرف ويذهب، وإن طلبت عيالا وأولادا بالنتيجة يعيشون فترة ثم يموتون ينتهون. أطلب منك شيئا، فكرت أن أطلب منك يا رسول الله شيئا لا ينتهي. الرجل هو ينقل ذلك، يقول: لم يجبني رسول الله سريعا. تأمل، الحديث مروي بطرق متعددة، وفي بعض الطرق تأمل طويلا، ثم قال صلى الله عليه وآله له كما يدعي هو الرجل، قال له: أفعل ذلك. ولكن أعني بكثرة السجود. هذا الحديث الشريف. هذا الحديث فيه عبر لنا نحن من العبر أن رسول الله صلى الله عليه وآله هو طلب من هذا الشخص، من هذا الصحابي، أن يطلب منه شيئا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ربما يستفاد من ذلك أنه لا خصوصية لهذا الشخص وهذا المورد. من الأخلاق الحسنة ومن الفضائل أن المدير، الرئيس، الشخص الأكبر، إذا الأصغر لم يطلب هو شيئا هو يحثه على الطلب. ربما الشخص يخجل، ربما غير منتبه، وربما
التلاحم بين الأفراد من مقدمات وجود التلاحم، والتلاحم بشتى أنواعه بكل صوره. التلاحم بين المؤمنين مطلوب شرعا، من مقدمات وجوده هو هذا، فهذا أيضا باعتباره سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وآله، وكل عمل من أعمال المعصوم حجة وسنة. الإنسان يحاول بالنسبة، كل شخص بالنسبة إلى من يعيشون تحت قدرته وتحت يده، سواء مدرس وتلاميذ، أو أب وأولاد، أو زوج وزوجة، أو رئيس ومرؤوسين، في أي مجال يكون، في المجال الاجتماعي، في المجال الاقتصادي، في المجال السياسي، هذا جزئي من جزئيات والصغرى من صغريات أن يكون المؤمنون بعضهم مع بعض متآلفون، وبتعبيرات مختلفة وردت في روايات عديدة. هذه عبرة. إذا صار الشخص الذي تحت يد الإنسان خجولا أو غير ملتفت أو لا يحب أن يحرج فيطلب، الذي هو مدير ورئيس هو يطلب منه، يحثه على الطلب. هذه عبرة. العبرة الأخرى، هذا الصحابي لم يجب فورا، قال أفكر. هذا هو المأمور به مكررا في القرآن الحكيم ومتواترا في الأحاديث الشريفة. الفكرة مرآة صافية. الإنسان لا يكون، خصوصا في الأمور المهمة كمثل هذا، لا يكون يتكلم ارتجاليا، يفكر ثم يتكلم. كثيرا ما وكثير من الناس ارتجالا يتكلمون ثم يندمون. الإنسان يعزم على أنه يتأمل ثم يقول ثم يتكلم، بمقدار كل شيء حسب مناسبه، مناسبة الموضوع، فقد يكون يقتضي لتفكرا طويل، وقد يكون يقتضي لتفكرا وتأملا قليل، ولو ثواني، ولو دقيقة، ولو دقائق. نعم، هناك أمور كل أقسامه غير مهم، هذا يكون أو هذا. لو سئل عن هذا اليوم ماذا تأكل، هذا مو مهم، يأكل هذا الغداء وهذا الغداء، إذا لم يكن هناك ما يضره من الأكل الحلال، أو يلبس هذا الشكل، هاللون من اللباس أو هاللون، إذا كله سواء من جميع الجهات الشرعية والعرفية، أو هذا الوقت يسافر أو هذا الوقت يسافر مثلا. أما في الأمور اللي بالتأمل يختلف الجواب أهمية، من جهة الأهمية، الإنسان يعزم على أنه
لا يجيب فورا، لا يسأل فورا، يكون عبر تأملا بالمقدار الذي يقتضي ذلك الأمر. هسه مثل هذا الأمر رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا الشخص بالنتيجة آمن برسول الله كنبي من عند الله سبحانه وتعالى، كأشرف الأنبياء، أعظم الأنبياء. هذا لا يطلب منه طلبا بسيطا، طلبا قليلا، هو التأمل والتفكر احتاج إلى فترة طويلة. ليوم ثاني جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وطلب من رسول الله ذلك. هذه أيضا عبرة، العبرة الثانية. عبرة أخرى وهي أهم من كثير من العبر في هذا الحديث الشريف، أن هذا الذي طلب شيئا لا ينتهي، أصحاب الجنة هم فيها خالدون، أصحاب النار هم فيها خالدون، نعوذ بالله من النار، فأسأل الله سبحانه وتعالى الجنة. طلب شيئا خالدا من النعيم، وطلب من رسول الله الابتعاد من شيء خالد من العذاب. طلب من رسول الله صلى الله عليه وآله أن ينقذه من جهنم ويكون في الجنة ومع رسول الله صلى الله عليه وآله في الجنة. هو رسول الله قال له: من أين تعلمت؟ من أخبرك بهذا؟ من قال لك؟ قال: ما أخبرني أحد، أنا فكرت. هذه تربية رسول الله صلى الله عليه وآله. بالنتيجة الإنسان الذي عاش مع رسول الله فترة قصيرة أو طويلة، المعيشة مع رسول الله يخلي الإنسان حكيم. إذا لم يكن ممن لا يتأمل هذه الأمور، لأن قول رسول الله صلى الله عليه وآله كله حكمة، عمل رسول الله صلى الله عليه وآله كله حكمة، تقرير رسول الله صلى الله عليه وآله كله حكمة. فشخص يعيش فترة مع رسول الله صلى الله عليه وآله يتعلم، إذا كان له القابلية ويستفيد من هذه القابلية. قال: لم أتعلم من أحد، أنا فكرت هكذا. من أين حصل بذلك؟ كل واحد منا، كل مؤمن، كل مؤمنة في أي مجال وفي أي مرتبة يكون، بالنتيجة من تحت يده من زوجة، من أولاد، إذا أم أو زوجة، أحيانا الزوج يتعلم منها أو الأولاد، الرئيس والمرؤوسين، المدرس والتلاميذ، الحاكم رعية، أن يكون أسلوب الإنسان الشيء بحيث يتعلم من تحت قدرته وتحت يده منه الخير. مو فقط الأب أو الرئيس أو كذا يقتصر رياسته وأبوته في الحاجات الدنيوية لمن تحت يده، لأولاده أو لآخرين ممن تحت يده، لأنه كله عادة غالبا كل من تحت قدرة شخص يتعلم هم من أقواله هم من أفعاله. والدال على الخير كفاعله، من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. هذا يدخل في ضمن ما
مصادق لهذه الأمور. الأب من مسؤوليته تربية أولاده، الرئيس من مسؤوليته تربية المرؤوسين، الحاكم من مسؤوليته تربية الرعية. عندما يتعلم الذين تحت يد شخص منه شيئا، إن خيرا فخير وإن شرا والعياذ بالله فالشر. نعم، إلا ما حقق في محله ودلت عليه الأدلة الشرعية والأدلة العقلية والعقلائية، أنه إذا الفاعل كان مختارا وعمل المعصية وعمل الحرام وعمل ما لا يليق، الرئيس ليس مسؤولا عن ذلك. هذا الذي يذكره الفقهاء في بحث التسبيب، لا يكون تسبيبا. رسول الله صلى الله عليه وآله، من تعلم من أصحابه منه الخير، رسول الله شريك معهم في ذلك الخير. رسول الله صلى الله عليه وآله يعطى له من الأجر ما يعطى لكل واحد من أصحابه تعلم من رسول الله الخير. أما الذين نافقوا من أصحاب رسول الله، كانوا منافقين أو عملوا الشر، رسول الله ليس مسؤولا عن شرهم، لأن الوسيط إذا كان فاعلا مختارا لا يكون تسبيبا. هذا هم يعني دلت عليه الأدلة العقلية والعقلائية والأدلة الشرعية الخاصة. فنحن كل واحد منا في المجال الذي تحت يده، تحت قدرته، تحت إدارته، تحت رياسته، أشخاص قليلون أو كثيرون يكون مسؤولا عنهم. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، هذا مصداق من مصادق المسؤولية. هذه أهم عبرة أيضا. ثم العبرة الأخرى، هذا الصحابي تعلم من رسول الله أنه الدنيا كلها إلى زوال، ما في الدنيا من الآخرة مما يعمل للآخرة هذا لا يزول، وإلا مال الدنيا يزول إلا إذا صرف في أمور أخروية. الأهل والأولاد إلى زوال، إما في حياة الشخص أو بعد حياته، بالنتيجة ينتهون. أما الجنة لا تنتهي، أما النجاة من عذاب جهنم لا تنتهي. فحري بنا في بعض الموارد وجوب شرعي أكو طبق الموازين الشرعية، إذا وجوب ماكو استحباب شرعي أكو ندب عقلي عقلائي أكو، أن الإنسان عندما يريد أن يطلب من شخص شيئا وذلك قادر على أن يعطيه قليلا أو كثيرا، لا يطلب القليل. نحن عندما ندعو الله تعالى ماذا نطلب من الله تعالى؟ نطلب كل شيء لا بأس، أما أيضا نركز على الأمور التي لا تنتهي، وهي الحياة الآخرة. التوفيق في الدنيا مما يسبب الحياة الأبدية للإنسان، النية الصالحة، الإخلاص الذي لا ينتهي باعتبار تسبيبه للحياة الأبدية، الأخلاق الحسنة، غير ذلك غير ذلك. وعندما يتوسل بالمعصومين عليهم الصلاة والسلام أو بمن هم تلو المعصومين من أولياء الله سبحانه وتعالى، ماذا يريد منهم؟ لا يقتصر على الأمور الصغيرة، يطلب الأمور الصغيرة لا بأس،
ولكن يكون همه الأمور الكبيرة. ثم قول رسول الله صلى الله عليه وآله له: أعني، بالتعبيرات مختلفة في الأسانيد المختلفة في هذه الرواية وارد، أعني بالسجود أو بطول السجود أو بكثرة السجود. هذا لعله يستفاد من أنه أحد أبواب النجاة، أحد الأبواب المهمة للنجاة من النار والفوز بالجنة، السجود. السجود غاية التواضع الذي يمكن للإنسان جسديا وعملا لله سبحانه وتعالى، وهو يسجد على الأرض ويضع أشرف أجزاء بدنه، الجبهة، على شيء يوطأ تحت الأرجل وهو التراب، لله تعالى، تواضعا لله، خضوعا لله. هذا تكراره، تطويله، الذكر فيه، نوع الذكر فيه، هذا يقرب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا اقترب الإنسان إلى الله تعالى يكون بعيدا عن النار وقريبا إلى الجنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع للاعتبار بهذه العبار، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.